امبارح اتكلمنا عن الراجل ابو العروسه اللي في محافظه دمياط اللي قرر ان هو يطلق مراته في فرح بنتهم، اللي بعد ما بارك لبنته قال ان هو مراته طالق بالثلاثه. مراته هي رجعت بقى قالت وصرحت، قالت يعني بتفاصيل، يعني قالت اللي حصل ده كان فضيحه بالنسبه لها ولبنتها، وما كانش ما كانتش متوقعه منه ان ده يحصل في ليله الفرح وفرح بنتها وقدام كل المعازيم. وقالت انها كانت بتعاني مع جوزها كتير جدا، وانهم اصلا انفصلوا من 7 شهور فاتوا يعني، ولكن هي قررت تفضل عايشه في البيت عشان تكمل فرحه بنتها على خير. وقالت كمان انه طليقها عمل كده كنوع من المكايده ليها. الموقف الحقيقه احنا استغربناه جدا امبارح مها، وكان صادم بالنسبه لنا. يعني فكره ان احنا نعمل فضيحه او ما نقدرش نمسك اعصابنا يوم فرح البنت ونعمل كده، يعني انتقام شديد جدا، حتى لو انت كنت زعلان منها. كنا بنقول امبارح ان ولا تنسوا الفضل بينكم، يعني طبعًا. اكيد في ايام حلوه زي ما في ايام وحشه، واكيد في فضل وفي ولاد. امسكونا باحسان، سارحونا باحسان، يعني بالظبط قال كده. وبعدين بنتك، يعني بنتك ده مش هيبقى بالنسبه لها يوم فرح، ده هيبقى بالنسبه لها يوم النكد. يعني دايما الفرحه ده هتبقى مش عايزه تفتكره ابدا، دي اول حاجه. تاني حاجه فعلا الست ليه عملت فيها كده قدام الناس كلها؟ يعني ليه؟ حتى خدها بره القاعه، طيب قول لها يعني. لو امبارح يعني كمان كنا بنتكلم على فكره ان البنت دي داخله في عيله، فلازم يبقى ابوها ده ظهرها لما هي تزعل ولا يكون في مشكله. هي النهارده تصرف غريب قدام جوزها وعيلته، صح؟ طبعا حاجه صحيح مؤسفه، وحاجه يعني حقيقي يعني مش فاهمه التبرير. لا، واثرها النفسي عليها كمان هتبقى صعب. يعني النهارده البنت لما بتزعل مع جوزها بتجري تتستر في ابوها وتقف يعني يحميها طبعا. النهارده تتحمي بمين هي؟ ارجوك، احنا امبارح كنا بالنادي ان انت تفتكر ولو فضل واحد للست دي والعشره دي وتتصالحوا كده وتتصافوا. بلاش بقى يعني، اتمنى انا ببقى اقول الاخبار دي وهي دمها تقيل على قلبي بصراحه. يعني فكره بقى ترند ولا يعني لا، بس ببقى بقولها وبتمنى ان الناس ما تصفيش حساباتها على يعني سوشيال ميديا او قدام الناس. يعني ده احنا ما كناش بنسمع صوت امنا وابونا يخرج من اوضه النوم لو في مشكله ما يشعرش بيها اهل البيت نفسه، مش الجيران، مش في الشارع، مش في الافراح، مش فارجوك يعني معلش حاول تصلح عشان بنتك دي هتحتاج لك في يوم من الايام. وانت كمان زي ما انا قلت لك امبارح برضو انت ممكن تحتاجهم، ما تلاقيش حد جنبك غير مراتك وبنتك واسرتك. صحيح. حتى لو اتجوزت الثانيه انت انت مش عايزها، مش هتنسى الاولى، مش عايزها، بس هي برضو اللي تشيلك يعني.